عندنا هنا ضحى لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف بمعنى بمعنى ديالنا هي ديك الجمله ياك الامريه. شنو جمله امريه؟ الجمله الامريه. عرفتي الجمله الامريه شنو هي؟ الجمله اللي تكون فيها النصائح او لي زوردر يعني التعليمات. فهمت ولا؟ يعني تيقول لك دير هذه، او مثلا تيقول لك الطبيب، مثلا الطبيب تيقول لك مثلا خذ لك هاد الدواء، دير هذه، ما تبقاش تاكل هذه. هذه راه نصائح. كاينه راه تجي في صيغه اوامر. ممكن ديك الاوامر عاوتاني ياك، ممكن ديك الاوامر اللي تتعطى لشي واحد، مثلا واحد عنده عمال ديالو تيبقى يعطيهم الاوامر باش يقوموا بالعمل مثلا ياك. اذا هذيك الاوامر حتى هي راه تدخل في هذا الاطار، فهمتي؟ اذا تنعبروا عليها بلامبيغاتيف. بلامبيغاتيف يعني الجمله تتقول شي واحد، تقول له دير هذه، فهمتي؟ باش تقول له دير هذه تقول له خاص دير هذه، يعني تعطي الامر خاصو يطبق داك الشيء. هادشي تسمى هذيك الجمله جمله امريه. امريه يعني تامروا، فهمتي؟ هذه هي لا فراز امبيغاتيف. راجل دو سيكوريتي بور ناجي، يعني قواعد. راجل راه تنعرفوها هي المسطره. ما تنقولوا المساطير عاوتاني، المساطير يعني هما القواعد، فهمت ولا؟ حيت المسطره ما تنحطوها ما تبقاش تقول لك لا دوز من هنا ولا دوز من هنا ولا عدى ديريكت. اذا حتى القوانين دوك المساطير، دوك القوانين تنسميهم مساطير، فهمتي؟ علاش؟ حيت هما بحال المسطره تيحدوا لينا ديريكت فين كاين المستقيم، فهمتي؟ ما يجي لا من هاد الجهه لا من هاد الجهه، فهمتي ولا لا؟ يعني عن خط مستقيم، يعني بحال حتى نقولوا حنا المعقول، فهمتي؟ يعني تطبق لينا شنو دوك القوانين، شنو هما دوك القوانين؟ بحال المسطره ما تيجيو لا من هذا لا من هذا، ماشي بحال المسطره هي تمشي نيشان. المسطره تتحدد لك الخط اللي غترسمو بدون ما تقول راه غندوز من هنا ولا ما غندوز من هنا، فهمتي؟ دابا الا غدير خط مستقيم هنا، ماشي خط مستقيم جيت لهنا ندورو على هذه وعاد ندورو من هنا، اذا الخط مستقيم تي المسطره تقول لك سير نيشان، فهمتي؟ اذا حتى دوك القوانين تنسميو مساطير. هذاك الشيء تنقولو هنا لي غيغل. اذا ان غيغل راه هي المسطره. شنو هي لا غيغل؟ هي المسطره اللي تتسطرو بها. واش قالوا لك هنا لي غيغل دو سيكوريتي؟ واش المسطرات ديال الامن؟ ما يعني قواعد، فهمتي ولا لا؟ لي غيغل دو سيكوريتي هما القواعد ديال اش؟ سيكوريتي. ديال السيكوريتي ديال الامن، فهمتي ولا لا؟ ديال الامان، ان الانسان ما يتصابش. دابا الا باغي تدخل للطوموبيل شنو خاصك دير؟ خاصك دير ديك الصمطه. هذيك الصمطه راه سيت ان غيغل دو سيكوريتي متديرها. علاش؟ لان تدير الاحتياط ربما توقع شي مشكله تكون مامن، فهمتي؟ باش ما تقيسك حتى حاجه ياك، باش ما تقيسك حتى حاجه ياك ولا لا؟ اذا حتى هنا، اذا بوغ ناجي لكي تسبح، باش تدخل تسبح في البحار مثلا، اذا الفو براتيكي ان سيغتان غيغل دو سيكوريتي، فهمتي؟ الفو بخوندغ كونت دان سيغتان غيغل دو سيكوريتي. خاصك تاخذ في الحسبان ديالك واحد المجموعه ديال لي غيغل ديال القواعد ديال اش ديال السيكوريتي، فهمتي؟ يعني قواعد الامان الا درتيهم ما تخافش على راسك، المهم غيقل المشكل، فهمتي؟ اذا اش تيقول لك هنا؟ اونتر بروغريسيفمون. اونتر بروغريسيفمون سي لو فيرب بروغ اونتري سي لو فيرب اونتري. اونتري شنو هي؟ اونتري اونتري هي دخله. بحال دابا تدق على شي واحد يقول لك اونتر ولا اونتري ياك، يعني ادخل ياك. بروغريسيفمون يعني بشويه بشويه. لا بروغريسيون هو التقدم ياك، هو التطور. اذا اونتر بروغريسيفمون يعني دخل بتقدم شويه بشويه، فهمتي؟ دون لو يعني في الماء. اذا ملي تبغى تدخل الماء تعوم ما خاصكش تجي وتلاح دقه واحده، لا خاصك تدخل بشويه، ربما تكون شي بلاصه غارقه ولا شي حاجه، فهمتي ولا لا؟ سيغتو سي الفيشو.
الخاصة إلا كان الجو سخون. الفيشوق يعني تيكون الجو سخون. تنقولوا الفيشوق يعني الجو سخون. الفيفخواق يعني الجو راه بارد. البلو يعني راه كاين المطر. ديما نعبروا عليه بإيل إيل إيل، فهمتي؟ الفيبوق يعني الجو راه مزيان، ياك ولا لا؟ ديما تنستعملوا هاد إيل ولا تنستعملوا إلفي باش نعبروا على الجو كيفاش عام، ياك؟ سيغتو سي الفيشوق يعني خاصة سيغتو يعني نوطامون، يعني إلا كان الجو يعني سخون. بان توا شمن فيرب هذا؟ بان توا بان توا سالو فيرب باني. شنو هي باني؟ هي عام، هي عام انك تعوم. هذاك الشيء نسميو داك البانيو اللي تيعوموا فيه الدريسوار سميتو بينوار، ياك؟ او داك اللي تيعوموا فيه حتى تيدار في الدوش تسمى بينوار، ياك؟ جايه من باني، ياك؟ دان بان توا جوست، ياك؟ دو بريفيرونس بان توا دو بريفيرونس دو بريفيرونس بريفيرونس يعني جايه من الفير بريفيري. بريفيري هي فضاله، ياك؟ فضل شي حاجه بحال اللي شفنا قبل. نقولوا مثلا كيلي فو طون سبور بريفيري، يعني شنو هو الرياضه ديالك المفضله. اذا هي هذا راه اسم بريفيرونس. بريفيرونس هي الافضليه. يعني بين توا يعني انك تعوم، عوم تيقول لك عوم انت. بين توا يعني عوم انت. دو بريفيرونس يعني بواحد فواحد الوقيته مفضله. دو بريفيرونس جوست ابخي لو روبا، يعني بين توا يعني عوم انت، ياك؟ دو بريفيرونس يعني فواحد الافضليه جوست ابخي لو روبا، يعني بعد الاكل، ياك؟ بعد الاكل. او اطون ولا اطون سي لو فيرب اطون غير انتظر، يعني او انتظر هنا راه امر، فهمتي؟ كيما تطلع لي بحال هذه بين توا، بين توا راه امر يعني عوم انت، ياك؟ يعني في بشكل مفضل دو بريفيرونس يعني بشكل مفضل جوست ابخي يعني من بعد الاكل او اطون، ياك؟ او اطون يعني او انتظر او موا 3 اور يعني على الاقل 3 ساعات، فهمتي؟ بور كو لا ديجيستيون لي كي بور كو لي كي لا ديجيستيون. لا ديجيستيون هو الهضم. بور كو لا ديجيستيون سوا بيان اونطامي المعنى ديالها من اجل الهضم يكون جيد مباشر، يعني من اجل ان يكون الهضم مباشرا او قد بوشر بشكل جيد. هذا هو المعنى ديالها. بور كو لا ديجيستيون سوا بيان اونطامي. اونطامي سي لو فيرب اونطامي هي باشرة، عندها معاني اخرى. من اجل ان يكون الهضم قد تم بشكل جيد، لان السباحة تؤثر على الهضم، يعني بحيث يكون الهضم قد تم بشكل جيد، فهمتي؟ نوتو بين باق، نوتو بين باق لا تسبح، ياك؟ سي لي فاغ إذا الأمواج، إذا الأمواج سون ترو فورت كانوا جد قويين. إذا كانت الأمواج جد قوية، فهمتي؟ نوتو بين با سي لي فاغ سون ترو فورت، إذا كان لا تسبح إذا كانت الأمواج جد، ياك؟ قوية. قوية جدا. آه قوية جدا. في سالو فير فيغ هذا أمر. في تيقول لك دير اعمل. أتونسيون يعني حذرا، يعني كون حذر. كون يعني هذا الفعل كان، إذن هنا أمر، ياك؟ كون حذرا يعني في يعني اعمل. بالفرنسية يقول لك اعمل، اعمل حذر، اعمل حذرك، يعني كن حذرا. على كولور دي درابو يعني كن حذرا لي من الوان الرايات. كما تتعرفي في البحر، ياك؟ خاصة تتعلقوا واحد لي درابو، تتعلقوا واحد الرايات،
إلا كان بياض راه يكون مزيان، كان حمار شوية الخطر، كان أسود ممنوع السباحة إلى آخره. ياك إذا شنو يعني على الإنسان خاصة الذي يريد السباحة أن ينتبه لألوان هذه الرايات، ياك، لأن تحدد لك درجة الخطورة، لأن تحدد لك درجة خطورة يعني السباحة، ياك، يعني من خلالها يتم التعرف على الأمواج، هل هي خطيرة أم أن هناك مد أم هناك جزر إلى آخره، ياك، على حسب هذه المعطيات. إي ميفي توا، ميفيي سو ميفيي هي الشك أو ارتابة، ولكن هنا يعني يدعونك لتشك في ماذا؟ في التيارات ديكورون. إي ميفي توا ديكورون، يعني عليك أن تشك في التيارات. شنو هي التيارات؟ عندما تسبح تحس بالماء يجرك إلى جهة معينة، فهمتي؟ تتحس بالماء شنو؟ تجرك لواحد الجهة، علاش؟ لأن جات واحد التيار، التيار شنو هو؟ الماء مدفوع فواحد الاتجاه، فهمت ولا لا؟ داك الماء فاش يكون مدفوع كل دقة وحدة فواحد الاتجاه تقدر يديك، فهمت ولا لا؟ إذا كان الماء بحكم داك التلاعب ديال الأمواج إلى آخره، وبحكم المد والجزر، ممكن في واحد اللحظة معينة واحد الجانب من الماء ممكن أنه يأخذ واحد الوجهة معينة، يعني الماء يقدر يدور ويجرك لداخل، فهمتي؟ إذا دي يسمى تيار، عليك أن تكون حاذرا من هذه التيارات، فهمتي؟ عليك خاص تحضر راسك من هذه التيارات، ياك ولا لا؟ عليك أن تحذر، يعني أن تشك فيها، يعني مجرد إحساس بسيط يعني عليك أن تشك وتهرب، فهمتي ولا لا؟ وتسحب نفسك، فهمتي ولا لا؟ يعني من الأحسن أن تشك، خير من أن تبقى ويكون تيارا فعليا فيجرك، يقدر يكون تتحس تقول لا 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 ما محاش كاين هذا التيار، غير أنا حسيت بهذه القضية محاش كاين شي تيار، ويكون تيار بصح ويجي بواحد الشكل صعيب ويجرك. إذا أنت شنو خاصك؟ خاصك تحس بداك الإحساس الأول، خاصك تهرب بحالك، ياك ولا لا؟ أمي في توا، يعني خاصك شك، وشك أنت فاش في التيارات دي كورون اي ديماري. ديماري لي ماري هي تنقصدوا بها هذيك المد والجزر، فهمتي ولا لا؟ تيتسماو لي ماري. اذا داك المد وداك الجزر ممكن ان انه يؤدي بالانسان انه يغرق، فهمتي ولا لا؟ ان هذا الشيء كله علاش يتكلموا؟ تيتكلموا الانسان انه باش ما يغرقش ويموت، فهمتي؟ اذا الانسان خاصو ياخذ احتياط، فهمتي ولا لا؟ اذا هنا عاطينك واحد المجموعه ديال الجمل ولكن فيها اوامر، بحال اللي شفنا دابا اونتر بروغريسيفمون، دخل بشويه، دخل بواحد التقدم يعني تدريجي، فهمتي؟ تقدم تدريجيا. كاين هنا بين توا، تلاحظ هنا تيقول لك واسبح دو بريفيرونس بشكل مفضل جوست ابخي لو غوبا، يعني بعد الاكل، يعني وادخل بشكل مفضل بعد الاكل، ياك، او اطون او موا تخوا زوغ، ولا انتظر ثلاث ساعات، ياك، الى اخره الى اخره. يعني تلاحظي بان نطو بين باق لا تسبح، فهمتي ولا لا؟ تي امرك تيقول لك لا تسبح، تيعطيك امر. اذا اش تسمى هذه؟ هادو كلهم سون دي فراز امبيراتيف، فهمتي ولا لا؟ هادو سون دي فراز امبيراتيف. شنو هما سون دي، شنو هما لي فراز امبيراتيف؟ هما الجمل جمل جمل اش امريه، تعطي الامر، فهمتي ولا لا؟